السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قلت لك واحد الأخت ديالي راه حتى هي كتصاوب شي وراق وكتصاوب هاد الشيء ولكن عندها العكوسات فهمتي؟ إن شاء الله يا رحمن يا رحيم. بقية الأخت ديالك كتصوب الوريقات كتقول عندها العكوسات. أحيانا الإنسان كيواجه صعوبات في الحياة ماشي دائما كتكون عكوسات أو موانع. يقدر ربما الوضع العام فيه شروط وفيه قواعد وفيه إجراءات وتدابير، ربما أنني لم أستوفي الشروط والتدابير، ربما أنني لم أتقن اللعبة، ربما أنني لم أسوق لنفسي على الطريقة التي ينبغي أن أسوق بها. هذه كلها كتسمى صعوبات في الحياة، لا نسميها موانع وعكوسات. مثلا إنسان بغي يصب الوريقات ديولو، يعني غادي يمشي للقنصلية أو غيمشي للسفارة، عنده واحد مجموعة ترسانة مسطرة طويلة ديال القوانين، وهذوك الترسانة ديال القوانين قد تعوزه إحداها، فما كيحصلش على الرخصة ديال السفر التأشيرة، ومن ثم كيقول أنا عندي موانع. هو ماشي عنده موانع، هو عنده ربما قلة تدبير. لو أنه استشار مع أهل الخبرة غادي يلقى دائما ربي عز وجل أعطانا عقول لكي نفكر ولكي ندبر. متى نقول عندنا موانع وعكوسات؟ نقولها حينما كندير جميع التدابير وجميع الإجراءات وجميع القوانين وما ذلك الباب مسدود. هنا كنقول نعم عندي موانع وعكوسات. ما هي الموانع؟ الموانع هو الباب مسدود، دي زوبستاكل، مانع. انت كتم غادي والو، كتلقى بان الابواب مغلقه، ما كاينش هذا مانع لا تمر. اما العكوسات هي انت كدير الحاجه كترجع لك بالعكس، ديما عندك العكس. انت كدير زوين هما كيتكلموا فيك سيء، انت كتعطي هما كيخسروك مازال، يعني خاسر من جهتين. عكوسات وموانع والعياذ بالله اللي هي كاينه، واللي قال ما كايناش نطلب لي الله السلامه والعافيه. كايناش حال ديال الناس، بنات الناس، بنات العائلات، عطاهم الله الجمال والاداب والاخلاق وكل شيء زين، ولكن ما عندهم زهر. وكاين شباب اللي قاري جمع الدبلومات وسبع صنايع، ولكن الرزق ضايع، ما عندوش، عنده الموانع والعكوسات. وكاين اللي عنده الزهر، كاين اللي قرايه بسم الله على قد الحال بحالنا، وربي راه مدوزو مع الفرقه الناجيه. وكاين اللي خدم على قد الحال، وربي وضع ليه البركه. فالقضيه هي دايزه غير من 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 رحمه الله الواسعه. بنتي رقيه كما سلف الذكر، لكي نزيل الموانع والعكوسات احسن طريقه واكرم طريقه واسهل طريقه هي ان الانسان يكون ملازما للاستغفار. الاستغفار ثم الاستغفار ثم الاستغفار. غير تشوف بان الامور عندك معكسه، تشوف بانك في محطه يدك ما كتربحش، كتشوف بان العائله معكسين، مراض، الخدمه ناقصه، الرزق قليل، اش كنقول؟ كنقول لعل العيب مني، ربما انني مفرط في دين الله، هيا بنا نستغفر. وكنبدا في الاستغفار 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 حتى تزول الموانع. اما القبول، باش يجيني القبول كما ذكرنا مرارا، وهي اننا نكثر من الصلاه على النبي. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي فيها قوة الجذب. اللي بغى يكون عنده لا بيبليسيتي الحقيقية، الإشهار الحقيقي، يكون يسوق المنتوج ديالو، اللي بغى يكون في ممشي يربح ويتلاقى معاه يربح وكل شيء رابح، يصلي على النبي. وغتشوف الزوج يجي لعندك للدار والعائلة والحباب، والزواج كيدوز ميسر، الخطبة ميسرة، الصداق فيه البركة، وكل شيء ميسر بأمر الله تعالى. وفيما كتجي شي ازمه قل لها اشتدي ازمه تنفرجي، غتنفرجي بنتي رقيه. اسال الله الكريم الواحد الاحد ان يفرج همك وان ينفس كربك، واسال الله تعالى ان يرزقك انت واخوتك القبول، ويرفع عنكم كل مانع، ويزين عنكم كل عكس. واسال الله تعالى ان يجعل هذه الخطبه يكمل الله فيها الرجاء، وتكون زفاف ميمون مبارك،
ويبارك الله لكما ويبارك عليكما ويجمع بينكما في خير ويرزقكما الذرية الطيبة. وأسأل الله الواحد الأحد الأخت ديالك لا عند المشكل في الأوراق، أسأل الله تعالى أن يفتح لها الأبواب المغلقة وأن يسخر لها أهل الفضل والخير يأخذون بيدها، وأسأل الله تعالى أن يجعل لها طريق من كل ضيق ويفتح لها باب ما عليه بواب، إنه على كل شيء قدير. اللهم كل من قال آمين ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عمي الحاج. مرحبا للرقية. أهلا، لاباس عليك هانية؟ الله يبارك بنتي. صحيح لاباس؟ الحمد ربي ونشكره لله. موالين الدار كلشي بخير؟ ولله الحمد. هانية أعزك الله. أنا دعيت لك يا تكون دابا شي شهرين. أيها بنتي. أيها أنا اللي عيطت لك حيت قلت لك دعي معايا. يا رحمن يا رحيم. مع خواتاتي بجوج. يا ذا الجلال والإكرام. دابا بغيت نقول لك راه سمح لي راني مرتبكه شويه. نعم اختي. واحد الناس راه جاو هضروا زعما هضروا في الدار. يا رب الله يكمل بالخير. الله يرحم ديك الوالدين. يا رب يا رب يا كريم. دعا معايا باش يا رب يكمل ليا. يا رحمن يا رحيم. دعا مع خواتاتي بجوج. يا كريم. اييه جاو هضروا داك النهار بعدا راه تقطع لي الخط ما خديتش النمره ديالك. واخا بنتي ان شاء الله غندوز للستوندار يعطوها لك. والله يرحم ديك الوالدين راه بغيتك تدعي معايا. اياها بنتي. وبغيت المستمعين كما كنقول امين، حتى انا راه دائما متبعه البرنامج ديالك. حفظك الله بنتي. وحتتي. حفظك الله. معهم. واحد الاخت ديالي راه حتى هي كتصوب شي وراق هكا ولا هكا، المهم عندنا العكوسات. لا اله الا الله، الله يفرج يا رب. والله العظيم راه زعما راه ودابا راه الفرحه ما خلاتنيش ما صدقتش بين غادي تشد لي الخط. الله يفرحك بدخول الجنة بنتي رقية يا ربي. الله يسعدك. الله يكمل لك الرجاء. عيط لك يمكن تكون دابا شي شهرين. اي عقلت عليك بنتي رقية، عقلت عليك. الله يرحم لك الوالدين. وان شاء الله المرة أخرى تتصل بينا تقول لي بأن راه ثم الزفاف الميمون. الله يرحم لك الوالدين. وما تدوزوا إلى بضعة شهور إن شاء الله ويكون الحقيقة ونفرحوا بك إن شاء الله. إيه رجاو للدار ولكن ما مهم. وبديت كنعيط لك نقول لك ودي راه الدعاء ديالك بعدا راه الحمد لله راه. الله يحفظك بنتي. يا ربي الله يكمل لك الرجاء. رجاو الناس ولكن باقي ما ان شاء الله ربي يسخر لك يا رب. انتي. ربي يسخر بنتي الوالدين. ولكن بلا ما ننسى حيت حتى انا عندي شي حاجه بغيت نقولها لك. اييه عندي حاله وبغيت نعاودها لك بيني وبينك. واخا بنتي. وبغيت النمره ديالك. واخا مرحبا. باش ان شاء الله نعيط لك نعاود لك شي حاجه معجزه كاينه عندي. كرامه ان شاء الله باذن الله. الله يكمل لك رجاء بنتي. الوالدين الكوسات وبغيت زعما المستمعين كاملين يقولوا لي امين حيت دعا معايا. يا رب. وزعما هاد الولد زعما ولد الناس. يا رب الله يك اللي جا خطب فيا ولد الناس الله يعمرها دار. ان شاء الله يا رب. شكرا لك بنتي رقية. الله يرحم لك الوالدين ضروري خصني ناخذها. واخا انا غندوز للستوندار. شكرا لك. الستوندار يعطوها لك باذن الله بنتي رقية. كتصحيح هي لا تقع لنا معجزات. الاخت رقية كتقول لك بشي حاجه وقعت لي غريبه بغيت نحكيها لك. واحد المعجزه هي كنسموها كرامه. المعجزات هي خاصة بالأنبياء والمرسلين. ما هي المعجزة؟ هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي. هكذا عرف العلماء المعجزة، أمر خارق للعادة، كأن تطلع الشمس من مشرقها، وكان يرمى الإنسان في النار ولا يحرق، وأن يدفع في بطن الحوت وينزل إلى أعماق البحر ولا يموت. وقس على ذلك، هي المعجزة هي أمر خارق للعادة لكنه مقرون بالتحدي. هل القرآن الكريم كمعجزة؟ قال لهم قل هاتوا برهانكم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. تحدي، هذه كتسمى المعجزة خاصة بالأنبياء والمرسلين. احنا عباد الله العاديين عندنا كتسمى الكرامة. لو قعدنا شي حاجة غريبة وشي حاجة ملفتة للانتباه كنسمو هذه كرامة، كرامة أهل الله. الله عز وجل يكرمك وكيعطيك شي حاجة غريبة تثبت قلبك وفؤادك على الصراط المستقيم. فهنيئا لك يا بنتي رقية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.